خلال خوذه. المهم اخوتي راه خلصنا 10 درهم 20 درهم 20 درهم الوعد، راه هنا فين كيخلصوا، كانت ب 10 درهم دابا راه ولات ب 20 درهم الا بغيتي تركب. شوف كيفاش كيسوقوا اخوتي. دابا غادي ناخذ عند الشلال سيس. دابا حنا اخوتي غادي عند الشلال. وا الشلال اخوتي شلال اخوتي. وا هنا خارج صحتكم. ايوا كيجاتك الشلاله واحد خرجه زوينه بزاف واخا سكنا شوف هاد الكوره سكنا وبرنا وعشينا خرجوا لذاك برا وغادي نشوفوا خصكم تجيو تزوروا هاد الشلاله في الوزوط 3 جور على الاقل 3 جور ولا 3 جور حتى ولينا بعدا كي جاتك الرغبة واحد الركبة زوينة اخوتي 20 درهم 20 درهم من الواحد، ولكن إلا تكونوا مخلطوا مع الناس كاملين تشوف 20 درهم من الواحد، إلا بغيتي تديو خاصة يقدر يكون مانش 40 درهم على حسب عاوتاني. إلا كنتي بوحدك فاسميتو 40 درهم، ولكن واحد الخرجة زوينة وواحد الجو في ذاك الباقي تحت الشلال عرفتي كي تحس بشي. يا سلام صراحة يا سلام، كنتكم تجربوا اخوتي كنصحكم. صور راح يصور